The Roof and Racing انطلق أول أشواط الأمسية على كأس الروضة من مسافة 1800 متر وبمشاركة 7 من الخيل العربية الأصيلة بانطلاقة الجلابية 1752 مع الفارس إبراهيم نادر يلحق به ثانيا، الحمداني 1810 مع الفارس عبد الرحيم جاسم، وبجانبه من جانب السياج يتواجد كحيلان عفص 1695 مع الفارس الفرنسي مارفين جراندين، والمركز الثالث من جانب المركز الرابع عفوا هنالك الحمداني 1746 مع الفارس الايطالي مارشالس جوريس، وياتينا في المركز الخامس هنالك الحيلان عفص 1708 مع الفارس حسن الصفار الحاز على المركز الثاني في كاس سيدي صاحب الجلاله. اذا نعود الى الصداره والمركز الاول حتى الان مع الجلابيه 1752 بشعار فيكتورياس بالكب الاصفر، يلحق به ثانيا المرشح الثاني كحيلان عافوس 1695 بشعار الوسمية. المركز الثالث هنالك المرشح الأول مع حسن الصفار كحيلان عافوس 1708، وإنما المركز الرابع أيضا تأتينا المرشح الثالث كحيلة العاديات 1782 مع أحمد مكي، والحمداني في المركز الخامس، وسادسا هنالك الحمداني 1746 بينما تراجع لمصنان 1781 مع جيمي كوين. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه قط النهاية، ولا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل مع الجلابية 1752 بينما تخطف الصدارة الآن من قبل كحيلان عافوس 1695 مع مارفين جراندن من وسط الجيال. هنالك انطلاقة كحيلة العاديات 1782 مع أحمد مكي من وسط الجيال، أيضا انطلاقة كحيلان عافوس 1708 مع حسن الصفار، لكن الصدارة مع المرشح الثاني كحيلان عافوس 1695 مع الفارس مارفين جراندن. اذا كحيلان عافوس 1695 الى اخر اشواط الامسيه. المركز الثاني كحيلان عافوس 1708 بينما المركز الثالث جاءت به كحيله العاديات 1702.